السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين عشاق مدرسة الصيد بالقصابة؟ لاباس عليكم؟ صحيحة؟ كلشي على خير؟ نتوما بخير؟ صحيحة؟ لاباس؟ عوشكم بروكة. سمحوا لينا الإخوان على هاد الغيبة هادي. كي دايرين نتوما بخير؟ صحيحة؟ كلشي على خير؟ اليوم جينا بواحد الفيديو اللي هو كانوا طرحوا عليا شي إخوان أسئلة كتار على هاد النوع ديال الطعم. هاد الفيديو هذا اليوم غادي نشرحوا فيه الطريقه كيفاش غنجبدوا واحد النوع ديال العكريش اللي هو العكريش ديال الرمله. هذا العكريش ديال الرمله الاخوان كيتجبد من الشط، من الرمله. دابا غادي تتبعوا معنا الفيديو مع السي عبد الرحيم والتجربه ديالنا في ايصوح باش جبدنا هاد العكريش هذا اللي دوينا عليه ديال الرمله ببوزروك. كاين اللي كيجبدوا بالسردين كاين اللي كيجبدوا ببوزروك، حنا جبدناه ببوزروك. اخوان تبعوا معنا الفيديو فرجة شهيدة. السلام عليكم اخوان، تبارك الله عليكم. اليوم غنوريكم واحد الطريقة ديال واحد جميع ديال واحد العكريشة بحال هذا النوع هذا. شوف بحال هذا النوع هذا شو كيدير. شوف هذه الطريقة ديالها واعرة باش تشدها. فوالا حنا غادي نوريكم الطريقة ديال ها هي. شوف نوريكم الطريقة كيفاش كنجمعوها. كنجيو للبلايات بحال هادو، وريهم البلايات كيفاش كيديروا. شوف الحركة ديالها، اش كنديروا؟ كنهرسوا هاد البوزروك هذا بحال هكا هكا، الرشة ديالها هادي كنهرسوا البوزروك هذا، ماشي كنهرسوا بزاف باش يبقى شاد باش تشد فيه هي. سيرتو إلا كان بوزروك كبير راه مزيان. علاش؟ بوزروك كبير بحال دابا هادشي غادي نجمعو هادشي هذا هكا. هادي الرشة ديال هذا ديالو هو، غادي نجمعوها. غادي نجيو للجناب ديال البحر بحال هكا، خاص من الكاي. غادي نرشو ليها دابا فهاد جوج الموجة، غادي نرشو ليها بحال هكا. ولكن راه خصك تكون خفيف خفيف معاها، لأن دغيا كتدخل هي الجنية. خلاص هاي هاي خصك تكون كا مخفى مع هاي، إلا ما كنتيش خفيف ما تشدهاش. فكرة ديك راه هي لاصقة فيها، تمشي تزرب عليها بالزربة. كتلات الرملة كتدخل هي مارشاريان، ما تخسرش عليها. كتشوفك كتفلت فاهم. يعني السبيع ديالها خصك تكون تطير. شوف هذه هي الطريقه ديال الجميع ديال هاد ديال هاد البوزروك هذا، فهمتي؟ والاخوان هانتوما شفتوا الطريقه، الله يجعل البركات. تعلموا بحال هكا تجمعوا هاد العكريشه، راه هي العيار ديال الحوت، ديال الزريقه، ديال المعزه، ديال التاكبه، يعني سميتو الحنبل. هذه حاولوا تبقاو تضربوها راه تشدوا بها الحوت. الله يعاونكم الاخوان. نتمنى الاخوان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، وان شاء الله باذن الله راه غادي نحاولوا تزيدوا شويه في الاجتهاد ديالنا باش نعاودوا نرجعوا السكه الصحيحه. وخليكم معنا، لاحظوا بزاف الجرس ديال يوتيوب، راه غادي ديال نوتيفيكاسيون، راه غيكونوا فيديوهات متابعين ان شاء الله. تبارك الله عليكم الاخوان.